مشاهدينا إلى نشرة جوية جديدة ليوم الثلاثاء. طقس مائل البرودة شمالا وحتى شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 21 والصغرى 11 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 19 والصغرى 14 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 19 والصغرى 16 والجو غائم جزئيا نهارا وصافي ليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 21 والصغرى 7 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 21 والصغرى 8 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. أما عن شرم الشيخ تسجل الكبرى 22 والصغرى 15 حيث الصفاء نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 23 والصغرى 11 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 22 والصغرى 8 حيث الأجواء صافية نهارا وليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 24 والصغرى 20. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل الكبرى 14 والصغرى 5. أما عن دمشق تسجل الكبرى 16 والصغرى 4. وفي الرياض تسجل الكبرى 23 والصغرى 8. وفي طرابلس تسجل الكبرى 16 والصغرى 9. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 17 والصغرى 11. وأخيرا في أبو ظبي تسجل الكبرى 26 والصغرى 20. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.